واحنا توا نمشيو لقبه بارد ونلقاو زميلتنا وفاء تراب السيدي باش تعطينا اخر تطورات اشغال مجلس نواب الشعب. وفاء صباح الخير. صباح النور إيناس، مرحبا بيك ومرحبا بكل متابعين على نسمة لايف. كالعادة مواكبتنا متواصلة لأشغال مجلس نواب الشعب، لكن قبل ما نعطيكم برنامج العمل لليوم باش نرجع شوية على استقالة رئيس هيئة الانتخابات وزوز أعضاء منها. الخبر هذا اللي يرد البارحة على البرلمان وصدى كبير هنا في البرلمان ومواقف متعددة من نواب كلهم أجمعوا على تفاجئهم حول الاستقالة هذه. احنا اراء مختلف نواب رصدناها لكم البارح واليوم نواصلوا في رصد بقيه المواقف. حاليا ينضم لنا عضو مجلس نواب الشعب النائب عن كتله الجبهه الشعبيه مراد الحميدي. مرحبا بك سي مراد مباشره على قناه نسمه، مرحبا بك. وفي عوده على قرار رئيس هيئه الانتخابات البارح، رايك في القرار هذايا وتداعياته خاصه في الفتره الحاسمه اللي تمر بها البلاد حاليا ومع اقتراب موعد الانتخابات البلدية؟ شكرا وتحية لك وتحية المشاهدي قناة نسمع. والحقيقة كما تقريبا يجمع الأغلب المتابعين، أنا فهمت أن القرار بتاع السي شفيق صرصار ومساعديه بالاستقالة هو قرار مفاجئ. قرار مفاجئ والأختم هذا كله، أنه الأسباب الحقيقية وراء القرار هذا ما زال ما نعرفوهاش، لأنه أنتم سمعتوا السي شفيق من ضمن ما قدم لنا يقول أنه وصلنا إلى حد يمس بالقرارات الديمقراطيه او بمبادئ وثوابت الديمقراطيه. هل يقصد هذا ما انا فهمتي الديمقراطيه في عموما في علاقه بالعمل السياسي ويعني في تونس ككل ما انا فهمتي، ام يقصد الديمقراطيه داخل مجلس الهيئه والقرارات اللي تتخذ؟ مبدئيا السي شفيق صرصار مطلوب منه ساعه، هو فاجئ الناس كل بقرار، وهذا من شانه يحث اضطراب كبير برشا على اداء الهيئه ويحث اضطراب كبير برشا على استحقاقات مقبله على تونس وهم الانتخابات البلديه. كان على السي شفيق صرصار يكون اكثر دقه واكثر وضوح، يوضح للتوانسه لانه هذا مسؤول ومن باب المسؤوليه يوضح للتوانسه ما انا فهمتي شو اسباب الاستقاله. اذا هي والبعض من على الاقل من المتابعين للشان الداخلي لاداء مجلس الهيئه يعتقد ان خلافات داخليه محضه وما عندهاش تاثير وما عندهاش علاقه بالمؤثرات الحزبيه السياسيه خارج الهيئه. على اي حال مره اخرى السي شفيق صرصار ما انا فهمتي مطلوب منه يكون في مستوى مسؤوليه، هو يتحمل مسؤوليه لكن عليه ان يتحمل المسؤوليه اكثر اليوم، وصرح توانسه باسباب الاستقاله نتاعو. خلينا نفهموا بالضبط التاثير هذا على الديمقراطيه ومسارها ما انا فهمتي كيفاش باش يكون. سي مراد، فما حديث عن ضغوطات سلطت على رئيس الهيئه واعضائها، انت شنو رايك في الموضوع؟ انا الحقيقه في ظل يعني ما هو موجود حاليا ما انا فهمتي بين قوسين التكمبين الحزب السياسي المقيت والضيق والمساعي الكبيره برشا اليوم لاحتواء كل الهيئات الدستوريه ما انا فهمتي وحطانها تحت كلاك بعض الاحزاب السياسيه، خلينا نكون بوضوح تام انا فهمتي حركه النهضه ووليدة تونس، ما نستبعدش انه فيها ضغوطات، انه تكون فما ضغوطات سلطت على السيد شفيق صرصار وعلى الهيئه المستقله الهيئه العليا المستقله للانتخابات عموما. هذا مطلوب من السيد شفيق صرصار، احنا باش نعملوا حد للضغوطات هذه، باش نعملوا حد للتدخل هذا السافر ما انا فهمتي من طرف الاحزاب السياسيه او من طرف السلطه التنفيذيه في هيئات يفترض فيها ان تكون مستقله ما انا فهمتي. مفروض السيد شفيق صرصار مره اخرى فهمتي يعطي المثال في هذا و يعلن صراحة من ما نفهمتي عطل العمل نتاعو، شكون دخل فيه، من دفعه بشكل مباشر وغير مباشر الى الاستقاله هذه. كان الامر متعلق باعضاء داخل الهيئه، هم بدورهم مرتبطين ما نفهمتي ارتباطات حزبيه معينه، واعاقوا اداء الهيئه وفرض على السيد شفيق صرصار او على الاقل جروه الاستقاله. زاد مفروض السيد شفيق صرصار العضوين اللي معه يصرحوا بهذا. يعني اليوم مرة أخرى نحمل السيد شفيق صرصار المسؤولية على مختلف هذه الإيضاحات باش يبين للتوانسة شنو بالضبط اللي قاعد يصير باش نجموا نعالجوا سيناريو ما نجمش نقدموا تماما. على كل، هو رئيس الهيئه اليوم عنده جلسه استماع في مجلس نواب الشعب باعتبار انه المجلس مسؤول من هيئه الانتخابات، ان شاء الله يعني في الجلسه هذه يكشف على الاسباب اللي باش قدم خلالها. فعلا هو الحقيقه ما انا فهمت حسنا انفعلت يعني اللجنه المختصه اللجنه البرلمانيه المختصه وسيتم الاستماع ليه السي شفيق صرصار، وانا ارجو ان يكون زاد فيه عنده الوضوح الكامل الكامل والشجاعة، خلينا نقوله بوضوح تام شجاعة باش يصارح أعضاء مجلس النواب ويصارح عموم التوانسي بأسباب الاستقالة كما عمل ندوة صحفية، ألف على استقالته ويعمل ندوة صحفية يدقق ويفسر فيها أسباب الاستقالة هذه. نرجعوا ونمشيوا لموضوع آخر سي مراد، اليوم خطاب منتظر لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في قصر المؤتمرات، شو انتظاراتك من الخطاب هذا وتوقعاتك؟ هو الحقيقة والخطاب هذا يجي في كما تعلموا الناس كلها من فتي في ظل أزمة عميقة عشان نظام الحكم في تونس اللي ما نجمش اليوم سي الباجي قاسيس مازال ما حبش يعترف به، أزمة كبيرة باش اقتصادية واجتماعية في ظل تمدد